يكثر الحديث في الإعلام العبري عن خطة الجنرالات الإسرائيلية خصوصا مع بدء حصار المحافظة الشمالية في قطاع غزة، والتي تضم بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا البلد ومخيمي جباليا. للحديث عن موقف حركة فتح من الخطة ينضم إلينا عبر سكايب السيد عبد الفتاح دولي الناطق باسم حركة فتح. أهلا بك سيدي. التحية لك سيدي وكذلك للمشاهدين الكرام. نعم سيدي، أبدأ معك بموقف حركة فتح من خطة الجنرالات، تفضل. يعني دعونا نعود قليلا إلى الوراء، أو ليس قليلا، سنة صار عمر هذا العدوان، يعني هذا الاحتلال يستخدم هذه المسميات وكأن جنرالات الاحتلال لم يقرروا ويخططوا للعدوان على الشعب الفلسطيني إلا مع الإعلان عن هذه الخطة. حقيقة في العشر أيام الأولى قبل عام، وأتحدث عندما بدأ العدوان على قطاع غزة، تسربت وثيقة أو خطة العدوان عن وزارة استخبارات الاحتلال، وكانت واضحة في بنودها ومراحلها الثلاث، وكانت تتحدث بشكل واضح عن فصل الشمال عن الجنوب، دفع سكان الشمال للهجرة القسرية إلى الجنوب، ومن ثم السيطرة على الجنوب والسيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، والدفع باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء. بالتالي عمر خطة جنرالات الاحتلال في العدوان على قطاع غزة عمرها عام كامل. نعم. لكن الجديد في الأمر أن هذا الاحتلال بدأ يفكر بعد أن أحكم سيطرته واحتلاله على قطاع غزة في شكل هذا الحكم وشكل هذه السيطرة، ويبدو أنه بدأ بالدفع باتجاه يعني التفكير في الإدارة العسكرية أو الإدارة المدنية لقطاع غزة، أي احتلال قطاع غزة. وبالتالي الموقف في حركة فتح والموقف الفلسطيني، يعني خطة الجنرالات معناتها تواصل العدوان والحرب على شعبنا الفلسطيني، وهذا استمرار لمسلسل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقنا. لا يمكن أن نقبل أي مخطط يمس بحق الشعب الفلسطيني في إدارة وقيادة شأنه الفلسطيني، وبالتالي شعبنا كما واجه كل المخططات السابقة سيواجه هذا المخطط. نعم. طيب سيد عبد الفتاح، طيب ما الأدوات التي تمتلكها حركة فتح للرد على هذه الخطة؟ دعنا نقول ما الأدوات التي يمتلكها الشعب الفلسطيني، لأن هذا العدوان يستهدف الشعب الفلسطيني. حقيقة نحن نمارس ما لدينا من أدوات. أولا هناك حالة من الكفاح الذي يمارس شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان المتواصل. هناك إصرار من شعبنا أننا لن نتخلى عن حقنا ولن نرحل عن أرضنا وهذه البلاد لنا، شمال قطاع غزة وشمال الضفة الغربية وشمال فلسطين، يعني سنظل صامدين في أرضنا. لدينا أوراق سياسية ودبلوماسية، ونحن دفعنا العالم باتجاه إدانة هذا الاحتلال، والعالم يطالب اليوم بالانسحاب من قطاع غزة ووقف العدوان والانسحاب من كل أراضي دولة فلسطين المحتلة في غضون سنة. لكن المشكلة ليست لدينا فلسطينيا، فنحن ندفع دما من أجل حقنا ومستقبل وجودنا على هذه البلاد. المشكلة في المجتمع الدولي الذي يتحدث نظريا بشأن الحق الفلسطيني وأن الحل يكمن فقط في وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، أن هناك غيابا تاما عن أي خطوات عملية تجبر هذا الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي. نعم. وهذا الاحتلال مرتاح للدعم الأمريكي اللامحدود. هناك ورقة مهمة اسمح لي عزيزي أن أتحدث فيها فلسطينيا، مطلوب منا فلسطينيا أن نطوي صفحة الانقسام. كفانا حديثا نظريا في هذا الموضوع، وعلينا أن نتفق على ترميم بيتنا الفلسطيني وإيصال رسالة للاحتلال ولكل العالم أن الشعب الفلسطيني موحد في مواجهة هذا الاحتلال. ممنوع أن يكون هناك مشروعان وبرنامجان وفصيل يتحكم بالشأن الفلسطيني، يجب أن نلتقي على مشروع نضالي واحد تحت مظلة منظمة التحرير، وأن نتفق على شكل النضال والأدوات، وأن نطوي صفحة الانقسام. هذه أكبر مشكلة تواجهنا اليوم، وستكون أهم أداة نواجه فيها كل هذه المخاطر إن توحدنا على كلمة سواء فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني ومصالح شعبنا. نعم. سيد عبد الفتاح، سنأتي لموضوع المصالحة، لكن اليوم سياسيا ودبلوماسيا يعني لا حلول تأتي أكلها مع هذا الاحتلال. هل ترى أن المقاومة المسلحة هي الحل اليوم
للوقوف بوجه الانتهاكات والتنكيل اليومي والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في كل الأراضي المحتلة؟ يعني مقاومة ومواجهة هذا الاحتلال لا يمكن إلا أن تظل فلسطينيا أمرا أساسا ما بقي الاحتلال. في احتلال يعني في مقاومة، هذا ما أقرته لنا الشرائع الدولية، وقالت أن من حق الشعب الفلسطيني والشعوب التي تعيش تحت الاحتلال أن تواجه هذا الاحتلال حتى تحصل على حرية. لكن المشكلة يعني في آلية المقاومة، في أدوات المقاومة، في الاتفاق والإجماع الفلسطيني العام. لا يجوز أن يقرر فصيلا بعينه شكل هذه المرحلة ولا يحصل على الغطاء الجماهيري والغطاء الوطني. لذلك يجب أن نتفق فصائليا على طبيعة المشروع الوطني والنضالي وعلى الخطة النضالية، وأن نتفق على الأدوات، وأن نتفق على التوقيت، وأن نتفق على الخطاب والقرار الفلسطيني المستقل الواحد والموحد. المشكلة أن نواجه فرادى، لكن إن واجهنا مجتمعين سيكون هناك تأثير، ليس فقط للمقاومة المسلحة، سيكون هناك تأثير للمقاومة الشعبية، أهم يعني انتفاضة في تاريخ الشعب الفلسطيني، انتفاضة الحجر الكبرى الشعبية، وكانت ذو تأثير كبير لأنها كان عليها إجماعا فلسطينيا، كل ما يجمع عليه الشعب الفلسطيني يكون ذو تأثير. لكن أن واجهنا هذا الاحتلال دون عملية إجماع نتفق فيها على أدواتنا، يعني الشعب الفلسطيني جرب الكفاح المسلح في 65، وجرب انتفاضة الحجر، وجرب انتفاضة الأقصى، يعني الأدوات موجودة، ما من مشكلة في شكل هذا الكفاح، المشكلة في كيفية الإجماع على استخدام هذا الشكل من المقاومة والاتفاق عليه وطنيا. طيب، ملف المصالحة والتقارب مع حركة حماس إلى أين وصل؟ يعني حقيقة نحن بعد لقائين موسكو والصين كانت الأمور أكثر إيجابية من سابقاتها، لأن هذه اللقاءات لم تقف يعني إما أن ننجح وإما أن نفشل، إما أن نوافق على كل شيء وإما أن نرفض كل شيء، لا، يعني بدأت الأمور تذهب باتجاه دعونا نبني على ما يمكن أن نتوافق عليه وألا نفشل أي لقاء لمجرد أننا اختلفنا على قضيتنا، وبالتالي بدأ العمل دعونا نصل إلى توافقات مشتركة، وهذا ما حصل في موسكو وهذا ما حصل في الصين. كان هناك لقاء أخيرا أعتقد أنه لم ينتهي وسيكون له استكمالا، لكن هناك اتفاق ما بين الوفدين لأن لا يكون هناك حديثا معلنا في الإعلام. لكن اليوم نحن نتحدث، نحن والأخوة في حركة حماس وأشقائنا العرب وتحديدا مصر الشقيقة، كيف نتفق فلسطينيا على ترميم البيت الفلسطيني الداخلي وعلى إيجاد الحلول التي من شأنها أن تحل كل العوائق التي تواجه إدارتنا الفلسطينية لشأننا الفلسطيني في قطاع غزة، في الضفة بما فيها القدس. والحديث كان دائرا حول هذا الأمر، كيف نجد البدائل المنسجمة مع الشرعية الفلسطينية وهو منظمة التحرير، والمنسجمة أيضا إداريا مع الحكومة الفلسطينية باتفاق نحن وحركة حماس وكل الفصائل. مطلوب منا اليوم أمام هذا التحدي الكبير الذي يعطف بالقضية الفلسطينية أن نصل إلى هذه التوافقات، وأن نتعالى عن المصالح الفصائلية الحزبية الضيقة، وأن نلتفت إلى المصلحة الفلسطينية العليا. وأتمنى أن يكون هناك لقاءات استكمالية قادمة نصل فيها إلى توافقات تخدم المصلحة الفلسطينية. نعم، الناطق باسم حركة فتح السيد عبد الفتاح دولي، شكرا جزيلا لك.